كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. في قطن أي مشروع يستهدف التنمية البشرية المستدامة والرقي بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المقيمة، وبالتالي حتى يتسنى لأي بلد مواجهة التحولات العالمية وتحديات العولمة، أصبح من الضروري إدماج رصيد العقار في أوراش التنمية الاختلافية. مناقشة اليوم التي كانت تحت عنوان الحماية القانونية للحيازة العقارية دراسة مقارنة، وقد تألفت اللجنة من الأستاذ محمد أحداف رئيسا، والأستاذ أيت الحاج مشرفا وعضوا، والأستاذ أحمد جباري عضوا، والأستاذ هشام بوحوس عضوا. وقد ناقشنا في تقريرنا ليومنا هذا الإشكاليات التي عاقتنا في البحث، والإشكاليات القانونية التي ناقشناها وخرجنا بتوصيات جد مهمة نوهت بها اللجنة، والحمد لله والشكر لله أن وفقنا في هذا وحصلنا على أعلى النقاط التي يتم منحها بهذه المناسبة، وهي مشرف جدا مع التوصية بالنشر. وأقدم جزيل شكري للحضور، للسادة القضاة، السادة نواب وكيل الملك، السادة المحامون، السادة أساتذة الجامعة، السادة الأصدقاء والأصدقاء الدراسة وزملاء الدراسة وكل من حضر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.